راه ينصبوا بربعه على ثلاثه. اللاعب اللي كنا نتكلموا جديات اللي كان قلب هجومه يولي لوسط الميدان، جديات في وسط الميدان، كودري في وسط الميدان، بوشما في وسط الميدان، اليوم راه بوفهم في وسط الميدان، ينصبوا اربعه على ثلاثه. وخاصه نقول انايا لاميتريس تكنيك تاع اللاعبين تاع تحكم الفني والتكتيكي وخاصة في الكرات القصيرة، الكرات القصيرة والسريعة. نشوفوا في وسط الميدان كاين ثلاثيات وين حتى اللاعبين تاع مولودية الجزائر خرجوا من المباراة. طيب كيف نتصور الشوط الثاني في رأيك سيدي افتسان بالنسبة على الأقل للمولودية المطالبة بالرد وهي متأخرة في النتيجة بواحد مقابل لا شيء؟ أولا ثم نتكلم عن الاتحاد. نعم سنشاهد في هذه اللقطة بعد قبل ذلك سيد يونس، هناك هدف لم يحتسب ولكن ليس هنا في الهدف قسمي بعد تنفيذ ركنية ولا من هنا. نعم هو بن موسى نفذ ولكن أعتقد أن قسمي كان مسك بالعيد في الصراع الثنائي على الكرة. سنشاهد ها هي الصراع وهو قسمي بيده منع بالعيد من الوصول إلى الكرة. هدف نعم جمال. نعم هنا كان الخطأ قبل ذلك. أنا نظن الحاكم ما صفرش على قاس صفر الأولى قبل نعم ما تلحق الكرة. نعم وسيلة عفوا الرادار تقبض على عبد القادر العفاوي. ممكن تقولنا ما هي التعليمات اللي قدمها لكم الآن مدرب كوربيس خلال الشوط الأول؟ شو نقول لك؟ يقول لي هل ماهيش تعليمات في الشوط كما نقول لك في لاميطون، التعليمات دينا قبل ما يبدا الماتش. نظن احنا رانا كما يقول لك اليوم الكاميرا فقط واش من الكاميرا نعم عفوا عبد القادر الكاميرا خاطرش عفوا يعني ما هي التعليمات اللي قدمها لكم كوربيس؟ والله يعني تعليمات قدمها لنا هنا كما يقول لك في الشوط الاول قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله